نروح للمحافظة الجميلة محافظة أسوان، هنعرف من خلال مراسلتنا مراسلة قناة تان من المهرجان النهاردة من هاني الأخبار إيه والأجواء إيه، وتوصف لنا أجواء المهرجان النهاردة. منا صباح الورد، وصف لنا الأجواء عندك في مهرجان أسوان وأول ما بدأ الفعاليات إلى الآن وصلت لفين؟ تحياتي مها وتحياتي أعزائي المشاهدين. النهاردة اليوم الخامس من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. النهاردة يوم مليء بالفعاليات، هيفتتح النهاردة ملتقى لتعليم الفيلم، هيبقى فيه برضو ندوة مع الفنانة القديرة محسنة توفيق اللي اتكرمت ليلة الافتتاح بتاعت المهرجان، وأيضا هيكون فيه عروض لخمس أفلام النهاردة، أربع أفلام أجنبية والفيلم العربي العصفور. طبعا هيبقى فيه فعاليات الورش التدريبية المهرجان. النهارده المشاركين هيقدموا افلامهم ومشاريعهم عشان يتم عرضها بكره ويتم تقييمها من قبل لجنه التحكيم. الورش التدريبيه كانت ابتدات من اول قبل المهرجان وهتنتهي بكره، وكانت في كتابه السيناريو والاخراج وصناعه الافلام المتحركه والتسجيليه. هيكون برضو في جلسات لمنتدى نوت النهارده. منتدى نوت هو ملتقى للمراه، يعني بيتناقش فيه قضايا المراه في الامن والسلام والسينما وعلاقتها بهذه القضايا، وكيف ان السينما بتدعم قضايا المرأة. طبعا الفعاليات هتبدأ بعد ساعة من دلوقتي، فخليكم معانا على مدار اليوم عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الفعاليات النهاردة. منا يعني احكي لنا، هل في برامج سياحية بيتم يعني تنفيذها للمشاركين في المهرجان، ونسبة المشاركة بتشوفيها ايه؟ يعني في هل في تفاعل قوي، ام يعني التفاعل مرحلته ازاي؟ في 32 فيلم مشاركين في المهرجان من حول العالم، من 20 بلد حول العالم، من أوروبا وأسيا وأمريكا. فطبعا المشاركين، أسوان بقت ملتقى ثقافي، وأسوان الطبيعة فيها والسياحة فيها بتشجع أي حد أنه في وقت فراغه بعيدا عن المهرجان، في وقت الفراغ بيروح يتفرج على الحاجات السياحية اللي موجودة هنا. طبعا غير كده تبقى الفعاليات بتاعت المهرجان على مدار اليوم كاملا، فطبعا الناس والمشاركين بيبقوا منشغلين بيها وبيبقوا متفاعلين بيها جدا. امبارح حضرت ندوة لملتقى ابو سمبل اللي افتتح امبارح، وكانت صراحة كان موجود فيها مجموعة كبيرة من المخرجين، وكان فيها مؤسسات عالمية بتدعم قطاع الافلام في العالم العربي ومصر، فكان المشاركين بيتحدثوا بالفرنسية والانجليزية والعربية. فطبعا المشاركة فعالة من كل الجهات المشاركة في المهرجان هذا العام. بنشكرك شكرا جزيلا منى هاني مراسلتنا من أسوان، واللي نقلنا بتنقل لنا فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثالثة. واضح أن الجو عندها برد جدا، لأن طبعا لابسة الفير ولابسة الجوانتي، لكن واضح كمان أنه الفيو عندها جميل جدا، والخلفية عندها مش محتاجين نتكلم عن طبيعة أسوان إيه الجميلة، ومش محتاجين نقول أن ده يعني مهرجان زي ده يتعمل في هذا التوقيت في مصر، يعني رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الامن والامان. ده غير كمان ان احنا بنعرض صوره حلوه جدا لمناطق جميله جدا في مصر. قد يكون انه الدراما والسينما لفترات طويله كانت معرفش ليه بتتجاهل ان هي تعمل سبوت على هذه المناطق الجميله. طبعا بشكر منى هاني مراسلتنا من مهرجان اسوان.